بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شرحنا المحاضرة اللي فاتت موضوع ال LED. أنا بس عايز أذكر الناس بيه إن الفرق ما بين الكود المصري والأمريكي في ال LED إن الكود الأمريكي كان بيعمل معادلة للضغط، معادلة للشد، معادلة للويلدد واير الديفورمد، ومعادلة للويلدد واير البلين والهوكد، وكان في الهيدد كمان. الكود المصري عمل معادله واحده لل LED بتجمع كل الحاجات دي. طبعا الهيدد ما مش موجود للاسف لحد دلوقتي في الكود المصري، او ما اتذكرش، ما اتعملش عليه فوكس، او يمكن انا مثلا ما اعرفش لو هو اتذكر، يعني ما شفتوش بصراحه يعني. فهي القصه ان دلوقتي اي نوع من انواع ال LED جمعهم الكود المصري ما عدا الهوكد، يعني في معادله واحده وجمع فيها ال LED هات دي كلها، مع احترام طبعا للمعاملات اللي انت بتعوض بيها في المعادله، فاسهل كتير جدا من الكود الامريكي في حساب ال LED. طبعا عن طريق ال LED هنشوف بقى الفرق. السبلايس هنلاقي السبلايس في الكود المصري شبيهه الى حد كبير جدا بالكود الامريكي. هنتكلم على الوصلات بالتراكم اللي هي اللاب سبلايس. اول حاجه الكود المصري بيقول يمكن ان تكون الاسياخ في الوصلات بالتراكم متلامسه او غير متلامسه، يعني ليها كونتاكت ونون كونتاكت زي ما شرحنا، بشرط الا تزيد المسافه بين محوري السيخين موصلين على 150 مللي او 20% من طول الوصل، بالظبط زي الكود الامريكي نفس البند. بعد كده بيقول لك يوخص طول وصل التراكم الاسياخ في الشد في العناصر المعرضه لعزوم انحناء مساويا لطول التماسك ال دي، وذلك في حاله الوصلات بالتبادل. يعني هو بيتكلم كده عن الوصله كلاس A، بيقول لك اذا كان باخدها ال دي لو في حاله الوصلات بالتبادل، هل بس كده؟ وبحيث الا تقل المسافه بين محور الوصلات بالتراكب عن 1.3 من عشره من طول الوصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك انا لو بخلف الوصلات المسافه بين سنتر الوصله دي لسنتر الوصله التي تليها 1.3 من عشره طول الوصل. ده ما وضحهاش الكود الامريكي. الكود الامريكي ما حطش على دي مسافه معينه، هو حطها بس لو تفتكروا في الاعمده في حاله التنشن، لو هستخدم كلاس A ان يكون وعامل استجرد. طبعا انا عشان استخدم كلاس A بكون استجرد، فقال لك ان المسافه من سنتر الوصله لسنتر الوصله اللي تليها تكون ال دي. ده في الاعمده زي الكود الامريكي قال، وجه في الوصلات الميكانيكيه وفي وصلات اللحام قال لك 75% من طول الوصله لما تكون استجرد، تمام. لكن هنا الكود المصري حط شروط ان لازم من سنتر الوصله لسنتر الوصله اللي تليها 1.3 ال دي، وده مش موجود في الكود الامريكي. بعد كده نكمل مع مراعاه تفصيل مبينه عليه، وبشرط ان تكون مساحه الاسياخ في القطاع مساويه او اكبر من ضعف مساحه الاسياخ المطلوب. يعني هنا بيقول لك اول حاجه ذكر التبادل، وبعد كده ذكر ضعف المساحه. اذا بالظبط نفس الكود الامريكي بالظبط في شروط الكلاس A. وعلى الا تزيد مساحه الاسياخ الموصوله على 50% من مساحه هذه الاسياخ عند هذا القطاع، بالظبط. يبقى دلوقتي البند ب ده، البند اللي هو 24.2.5.4.1 ب، هو نفسه كلاس A في الكود الامريكي، بس الفرق الوحيد انه بينص لما بعمل استجرد محدد لي حدود للمسافه ما بين مراكز الوصلات اللي هي المخلوفه او الاستجرد، تمام. فهلاقي الكود الامريكي ما شاء الله يعني ايه في تشابه كبير. بعد كده هنقول شروط بقى الكود. يؤخذ طول وصل التراكب الاسياخ في الشد في العناصر المعرضه لعزوم انحناء مساوي 1.3 من عشره طول التماسك ال دي في الشد في حاله ما اذا كانت مساحه الاسياخ في القطاع اقل من ضعف، او الاسياخ موصوله في القطاع تزيد عن 50% من مساحه الاسياخ عند هذا القطاع. بمعنى ان البند ج ده هو بالظبط الكلاس بي، بيقول لك انك تضرب ال LED في 1.3 من عشره عشان تحصل على الوصله اذا لما حققت الشرط الاستجرد او ال 50% من الاسياخ ما حصل لهاش، سوري، او ضعف مساحه الاسياخ المطلوبه ما تواجدتش. فبالظبط هلاقي هنا الكلاس بي بتاعت الكود الامريكي. الدال يمكن وصل جميع الاسياخ في الضغط عند قطاع معين، ويؤخذ طول وصله التراكم في الضغط مساوي لطول التماسك في ال LED في الضغط. يعني بيقول لك في الضغط ما عندكش اي مشكله انك توصل في قطاع معين، تمام. حتى طبعا في الشد طبعا زي ما قلنا قبل كده، ولكن في الحاله دي انت هتكون ايه؟ هتكون كلاس بي. لا يصلح بعمل وصلات التراكم في العناصر المعرضه لشد محوري. يعني لو انا عندي طاي مثلا عنصر عليه شد محوري، طبعا اكيد وصلات التراكم مش هتكون ناجحه. بيقول لك في الحاله دي تروح لوصلات اللحام او الوصلات الميكانيكيه، بشرط المسافه ما بين الوصلات لا تقل عن 750 مللي. ده بند الكود الامريكي بالظبط برضه، بيقول لك ايه المسافات لازم تكون استجرد باوفست 75% او بسبيسنج 75% من سنتر الوصله لسنتر الوصلات التاليه. عند وصل اسياخ تسليح ذات اقطار مختلفه يحسب طول الوصل على اساس القطر الاكبر. يعني ايه القطر الاكبر؟ هو ده اللي انا بحسب عليه ال LED. برضه البند ده موجود في الكود في الامريكي. عند وصل اسياخ ده داخل حزمه
يؤخذ طول الوصلة طبقا للبند 42541 محسوبا على اللي هو ده اللي هو الوصلات بالتراكم، محسوبا على اساس قطر السيخ المفرد مع زيادة هذا الطول بمقدار 30%، على انه يجب عدم التداخل بين وصلات الاسياخ على ان تكون الحزمة التي تكون الحزمة، ولا يسمح بوصل الحزمة ككل في قطاع واحد. اول حاجة تعالوا نفرق ما بينه وبين الكود الامريكي. اول حاجة قال لك انك انت تحسب ال LED السبلايس عادي لو عاوز تعمل وصلة، احنا قلنا طبعا في ال LED هو بيزود طبعا بنسبة 30% في الكود المصري. هنا برضو الوصلات بيقول لك لو انت هتحسب الوصلة زودها بنسبة 30%. الكود الامريكي ما طلبش منك تزود طول الوصلة بنسبة 30%، هو زود في ال LED. اما الكود المصري لما جه زود تعالوا نتأكد كده نرجع تاني عشان انا برضو خايف اكون نسيت، اللي هي بتاعت استخدم القطر المكافئ كذا كذا كذا، يحسب طول التماسك الاسياخ المجمعة من المعادلة باعتبار الحزمة الواحدة كسيخ. لا هو هنا ما ذكرش تصعيد، صح كده، يبقى هو ذكر التصعيد في الوصلة بس ما ذكرش تصعيد في ال LED، لكن الكود الامريكي صعد في ال LED وما صعدش في الوصلة، بس هو الكود الامريكي منعك انك توصل البندل كلها على بعضها. هنا الكود المصري برضو قال نفس الكلام، ماشي، لا يسمح بوصل الحزمة ككل في قطاع واحد، تمام، ولكن ينفع توصل الاسياخ مفردة اللي هي من ضمن الحزمة. وبيقول لك هنا ايه، على انه يجب عدم التداخل بين وصلات الاسياخ التي تكون الحزمة، تمام، يعني نفس الشرط اللي احنا لسه قلناه في اول المحاضرة اللي فاتت، اللي احنا كنا عدلنا معلومة فيه خطأ شرحناها قبل كده، ان انا المفروض ان انا ما يكونش الوصلات يحصل اوفرلاب ما بين السبلايسز للانديفيديوال بارز، لكن الحزمه كلها على بعضها مش مسموح ان انت تعمل لها سبلايس. فهنقول برضو في فروق بسيطه جدا ما بينه وبين الكود الامريكي. لا يسمح بعمل وصلات بالتراكم في الاسياخ التي تزيد قطرها عن 32 ملي وتوصل هذه الاقطار بواسطه اللحام او الوصلات الميكانيكيه. الكود الامريكي كان بيقول ماكسيمم 36 ملي، هنا المصري بيقول 32 ملي عشان خاطر تلجا للوصلات اللي هي ما دون وصلات التراكم، تمام. طيب بعد كده بيقول ايه بقى الكود المصري، بيكلمني عن شك الملحوم، بيقول لك عند وصل شبكات الاسياخ الملحومه عرضه لاجهات الشد يجب على الاقل طول الوصله عن القيم الاتيه: زون تو ات طول الوصله 1.3 طول التماسك بحيث لا يقل عن 150 ملي، تمام. الاسياخ الملساء يؤخذ طول الوصله لراس التراكم 1.5 طول التماسك او 200 ملي، ايهم اكبر؟ شكل 34. طبعا هتبص تلاقي هنا بالظبط بند الكود الامريكي ان ال 1.3 ال دي، ويكون عندك كروس وايرز 50 ملم على الاقل، ولكن مع اختلاف ان ال دي هنا كان لها معادله خاصه في الكود الامريكي، لكن هنا قال لك ارجع لنفس المعادله اللي هي 466 اللي احنا شرحناها بتاعت ال دي. في حاله الاسياخ الملساء 1.5 او 200 ملم ايهما اكبر؟ وبس. والكود المصري بيقول لك خد لك 50 ملم على الاقل ما بين اثنين كروس وايرز خلال الوصله. في تشابه طبعا ايه كبير. بعد كده هنتكلم عن وصلات اللحام. يسمح بوصل الاسياخ باللحام شريط استخدام نوعيه من الحديد التسليح القابل للحام، وطبقا للمواصفات القياسيه للحام عند نقطه التقابل لسيخين مع مراعاه ان يظل محور السيخين ملحومين على استقامه واحده. يعني السيخين الاثنين لازم يكون على نفس الالاينمنت، ما ينفعش يحصل اكسنتريسيتي في السي جي بتاعت القطع او في السي جي بتاعت الاسياخ. يعني محور السيخ يفضل ايه؟ الايند. يجب ان يقاوم المقطع الملحوم، اي ان يقاوم المقطع الملحوم وكذلك الوصل الميكانيكيه وفقا لبند اجهاد شد او ضغط لا يقل عن 150% اجهاد الخضوع. ده نفس البند برضو اللي في الكود الامريكي، تمام، عشان لو تيجي تعمل طبعا تيستنج على الوصلات بتاخد بالك من البند ده. في حاله عدم استيفاء القطاع الملحوم او الوصله الميكانيكيه الشرط الوارد في البند بقى اللي هو الشرط اللي فات، يمكن قبول الوصله بشرط الا تقل المسافه بين الوصلات عن 600 مللي وعلى اي كل اجهاد مقاومه الوصله في الشد او الضغط عن اجهاد الخضوع، تمام. يعني لو ما قدرتش تستوفي البند ده خلي المسافه بين الوصلات ما تقلش عن 60 سنتي، وفي الحاله دي بتاخدها الاف يلد بدل 1.25% من الاف يلد. يستخدم اللحام الكهربائي فقط في عمل اللحام، لا يسمح باللحام في حدود مسافه اقل من 100 مللي من نقطه بدايه دوران اي سيخ، وبشرط الا يقل القطر الداخلي للدوران عن 12 مره قطر السيخ. لا يسمح بوصل الأسياخ المعاملة على البارد باستعمال اللحام إلا بعد المعالجة الحرارية لمنطقة اللحام. لا يسمح بوصل الأسياخ باللحام في المنشآت المعرضة للأحمال الديناميكية. طبعا طبعا إيه الحاجات دي طبعا في الكود الأمريكي موجودة في الـ AWS، مش موجودة في الـ ECI اللي إحنا شرحناه.
هنيجي نتكلم بقى على الكود المصري للتفاصيل، هناخد برضو منه الحاجات المهمة اللي احنا ايه شرحناها في الكود الامريكي برضو. الوصلات باللحام هنا طبعا ايه في الكود التفاصيل، برضو انا جبتها تاني من كود التفاصيل عشان فيه معلومات اكتر. بيقول لك وصلات اللحام الاسياخ التي لا يقل قطرها عن 16 مللي، يعني من اقل من 16 مللي ما تلحمش، وصلب قابل للحام وكذا. بيقول لك كما ورد بالبند كذا بالكود، ماشي. لحام كهرباء، السيخين لازم يكونوا على محور واحد، وجايب لي هنا صوره بتبين لي الكلام ده. اما ان انا اعمل للسيخ ده كربه والسيخ ده كربه بحيث في النهايه احافظ على محورهم ايه واحد، والحم السيخين مباشره في بعض، او ان انا استخدم اسياخ وسيطه بالشكل ده. يعني عندي انا عندي هنا السيخين، هلحم من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تمام، او هستخدم اسياخ وسيطه والحم من الناحيه دي. المهم في الاخر ان احافظ على محور السيخين على استقامه واحده. بيقول لك الوصلات تكون تبادليه، اللي يلحم اكتر من 25% من الاسياخ في القطاع الواحد. يحدد طول اللحام وسمكه طبقا لاقصى قوه شد، طبعا على حسب قوه الشد بتصمم طول وسمك اللحام. يفضل تجنب وصلات اللحام في منطقه اقصى عزم انحناء. يجب ان يقاوم القطاع المقطع الملحوم بجهه شد او ضخم 125%، قلناها من شويه. لا يسمح باللحام في حدود مسافه اقل من 100 مللي، وبشرط على كل قطر من نقطه بدايه دوران اي سي، ماشي. يلزم نفس البندين اللي هم اللي احنا شرحناهم المره اللي فاتت او اللي احنا ذكرناهم. نيجي بقى نتكلم بعد كده على التفاصيل. هنيجي هنا نلاقي السوليد سلاب. الكود المصري بيقول لك لو انا عندي سوليد سلاب، عندي طبعا السيخ السفلي بيغطي كامل البحر، ويكون عندي هنا في الركائز المنتهيه فيه سيخ يغطي العزم السالب، وهنا اللي بنقول عليه بورنيطه برضه اللي يغطي العزم السالب في الركائز المستمره. هو بيقول لك برضه السيخ اللي هو في بيغطي العزم السالب في المنطقه الطرفيه بالشكل ده، بيقول لك امتداده بيكون 1/10 ال من وش الركيزه، من سنتر الركيزه. الكود الامريكي كان بيقول من وش الركيزه 25% ال. عندك برضو السيخ المتوقف 2/10 ال، كان الكود الامريكي 125 من 1000، تمام. البورنيطه اللي هي اللي فوق دي 25% ال، كان في الكود الامريكي 30% ده في حاله الايه السورد سلاب. بيقول لك انت ممكن توقف الحديد طبعا مستمر ومتوقف زي ما ذكر في الكود الامريكي بالظبط. بعد كده البلاطه اللي هي السوليد سلاب في اتجاهين نفس الحدود بالظبط، ولكن على ان انت عندك التسليح في الاتجاهين، اما هنا عندك التسليح في اتجاه واحد والاتجاه الثاني بيكون شرينكج بارز، تمام. بعد كده الفلات سلاب برضو هنلاقي تشابه برضو كبير. هنا قال لك شريحه وسط شريحه عمود في حاله بدون سقوط او سقوط طبعا لما يكون عندك دروب بانل. طبعا الحاله اللي احنا شرحناها اللي في الكود الامريكي بدون سقوط، اللي هو ان انت الحديد السفلي بيبقى ماشي معاك في شريحه الوسط، ممكن يكون فيه مستمر متوقف، وبيكون فيه حديد علوي فوق، تمام. المسافه ما بين الحديد المستمر المتوقف وسنتر لاين الركيزه 125 من 100 ال ال، تمام. والحديد العلوي بيمتد مسافه اللي هي المفروض انها في الكود هنا اسمها على ما اظن ان كانت الاي من وش الركيزه، ايوه اللي هي الاي من وش الركيزه اللي هي 33 من 100 من البحر. ولو عندك حديد متوقف طبعا في شريحه العمود بيبقى 20% من البحر الاكبر، خلاص. كذلك هنا العزم السالب برضو المسافه اي وبي اللي هو ذكرهم هنا في الجدول. طبعا ايه الفكره واحده ما بين الكودين، مفيش اختلاف كبير. بعد كده طبعا بيكلمني عن الحجبه او الكورنر رينفورسمنت. الكود المصري بيقول لك ان الحجبه بيكون بالشكل ده 15 من 100 ال من وش الركيزه في الاتجاهين، والحديد طبعا يكون ايه متوزع بالالاينمنت اكس واي. فهي القصه الفرق ما بين الكود المصري والامريكي، طبعا الحديد بيكون هنا في الحالتين علوي وسفلي، ولكن الامريكي كان عامل طريقتين للكونفيجريشن، اما اكس واي او انك تعمل السفلي في الاتجاه ده والعلوي يكون قطري بالشكل ده. ده الفرق في موضوع الكورنر رينفورسمنت. طبعا انا بشرح بسرعه، الناس طبعا هتحس ان انا بجري، بس يعني هي الحاجات طبعا بالعربي ممكن اي حد يقراها، فعشان كده مش عايز احرق فيها وقت، ومش عايز برضه اطول المحاضرات، كفايه المحاضره مش كفايه المحاضرات اللي فاتت يعني كانت طويله عليكم، معلش. هنا بيتكلم على الكاميرا البسيطه. الكود المصري بيقول لك السيخ المستمر والسيخ المتوقف. السيخ المتوقف يقف عند 10% من وش الركيزه، 10% من البحر الصافي، ده اللي هو المسافه بي، المسافه اللي هي من السيخ المتوقف لوش الركيزه. عندك الحديد العلوي بيمشي من وش الركيزه مسافه 15 من 100 البحر الصافي،
ومن الناحيتين طبعا، والوصله ما بين السيخ اللي هو الثانوي اللي بيبقى في النص والسيخ العزم السالب اللي هو في طرف الركيزه مسافه اي اللي هي قيمتها بتبقى 12 فاي او 25 سم. تمام، دي حدود الكود المصري في الكاميرات البسيطه. لو الكاميرا البسيطه بقى عليها عزوم، بتلاقي طبعا الاختلاف ان احنا طبعا بقى عندك عند الركائز زي ما قلنا قبل كده، بقى عندك في حديد اضافي عند الركائز، ولكن الحدود بتاعت الاي والبي والحاجات دي ما اختلفتش كتير، هي نفس الايه اللي في الجدول. بعد كده الكاميرا اللي بتنتليفر، هنلاقي الايه هي مسافه ما فيش فيها اختلاف. تمام، ولكن الكاميرا اللي بتنتليفر السيخ طبعا بيكون ايه سيخ علوي، بيقول لك الامتداد الكانتليفر اللي هو الدي 1 من 100 ال ان 2 اللي هي بروز الكانتليفر. طبعا في اصدار اللي قبل ده اصدار 2003 تقريبا اللي معايا، في اصدار قبله 99 على ما اظن بكل التفاصيل، كان بيقول مره ونص بروز الكانتليفر. تمام، ولكن هو ايه المفروض زي ما قلنا المفروض اللي هو ال دي خلاص. فالمسافه برضو الاي هي البي اللي هي ال 1 من 10 ال ان، او اللي هي البي كانت 125 من 100 من 1000 اللي هي ال ان دي ركيزه مستمره، هنا 10% من ال ال ان اللي هو البحر الايه الصافي. بعد كده بيتكلم على الكاميرا بكانتيليفر في حاله الزلزال، برضو هتلاقي الحديد الاضافي اللي زاد عند الركائز. تمام، في حاجه نسيناها؟ لا. بعد كده الكاميرا المستمره، هتلاقي عندك في الكاميرا المستمره طبعا الحديد مستمر ومتوقف، الحديد المتوقف بيقف من عند وش الركيزه مسافه 125 من 100 ال ال ان زي الكود الامريكي. تمام، في الركائز الطرفيه او الركائز سوري في الركائز المستمره، وبيقف 10% من ال ال ان في الركائز المنتهيه زي السمبلي سبورتد بالظبط. تمام، وبيقول لك ان انت الحديد السفلي ممكن يبقى مستمر ومتوقف 34% يستمر و66% ممكن يتوقف. نيجي على حديد العزم السالب، يمتد مسافه من وش العمود 33 من 100 من البحر الاكبر، من البحرين الاثنين بتاخد الاكبر منهم، والمتوقف بتاعه بيستمر 20% من البحر الاكبر برضو ايه على الطرفين، وبيكون في حديد ثانوي ما بين الحديد الرئيسي السبلايس ما بين الحديد الثانوي والرئيسي، بيكون المسافه دي 12 فاي او 25 سم. هتلاقي بقى طبعا بعد كده الكاميرا طبعا الزلزاليه، الفرق هنا ان زاد عندك حديد اضافي في العلو وفي السفلي عند منطقه الركائز عشان خاطر قصه الزلزال اللي شرحناها قبل كده، ولكن مع احترام طبعا الايه حدود الكود نفس الرموز اللي هي اي بي سي دي وهكذا، لكن مع احترام الحديد الاضافي للضعف عند مناطق الركائز. بعد كده هنتكلم على الاعمده. تعالوا بقى نفرق ما بين المصري والامريكي. هنا بيقول لك يجب ان يحتوي العمود على سيخ طولي في كل ركن من اركانه، ده زي الامريكي. ادنى قطر الاسياخ الطولي هو 12 مللي. اكبر مقاس لضلع العمود الذي يوضع به اسياخ في الاركان هو 300 مللي. طبعا ده الكود الامريكي ما ذكرش اقل بعد العمود. اكبر مقاس لضلع العمود الذي يوضع به اسياخ في الاركان، والا يجب وضع اسياخ على مسافات اقصاها 250 مللي، ويجب ربط الاسياخ بكائنات خاصه اذا كانت زادت المسافه بين الاسياخ المتوسطه والاسياخ المربوطه عن 150. ده موجود في الكود الامريكي، مسافه بين السيخ المربوط والغير مربوط. يجب الا يقل عدد الاسياخ الطوليه في القطاع الدائري عن 6 اسياخ. يجب ان تمتد اسياخ صلب التسليح الطولي داخل الاواعد والاجسام على مد او هامات الخوازيق لمسافه لا تقل عن طول التماسك للاسياخ مقاسا من سطح اتصال الاعمده. ده موجود في الكود الامريكي، مع عمل الرجل بزاويه 90 درجه. طبعا انت ملزم تعمل الرجل لو ال دي ما وقفتش معاك في الكود الامريكي، اما الكود المصري هو هنا بيوصيك انك تعمل رجل. كانات الاعمده، بيقول لك المسافه ما بين الكانات 15 مره قطر اصغر سيخ، طول الضلع الاصغر للعمود او 200 مللي. الكود الامريكي طبعا لو نفتكر كان 48 مره قطر الكانه او 16 مره قطر السيخ الطولي او البعد الاصغر للعمود، وكل ده المفروض ما يقلش عن المسافات البينيه ما بين الاسياخ اللي هي 1.33 من المقاس الاعتبار الاكبر او 25 ميرلي او قطر اكبر سيخ. ادنى قطر للكانات وربع قطر السيخ الطولي على الا يقل عن 8 ميرلي، واقل حجم للكانات هو 25 من 100% من حجم الخرسانه. طيب اول حاجه الكود الامريكي كان مينيمم 10 ميرلي للتايد والسبايرال. تمام، ولو قطر السيخ عدى 36 ميرلي
يبقى مينيمم 13 مللي. اما الكود المصري بيقول لك المينيمم ربع القطر السيخ الطولي او 8 مللي ايهما اكبر، وتحسب حجم الكائنات ازاي. يعني انا باخد مثلا لو فرضنا ان انا عندي متر طولي من العمود، فهقول طول العمود في عرض العمود في ارتفاع متر، انا كده جبت حجم متر طولي، تمام؟ باخد 25% من الحجم ده، بيديني الاريا ستيل المطلوبه للكائنات. هي دي القصه بتاعت سوري اللهم صل على محمد. بيديني حجم الكائنات مش الاريا ستيل بتاع الكائنات. يعني هو الكود بيقول لك انا عندي حجم الكائنات ما تقلش عن 25% من حجم الايه الخرسانه. يجب ان تستمر الكائنات العاديه او الحلزونيه داخل مناطق التقاء الاعمده بالكاميرات، ماشي؟ يعني العمود الكائنات بتاعته بتبقى مستمره، يعني ما ينفعش انت توقفها على وش الكاميرا. اقصى خطوه للكائنات الحلزونيه هي 80 مللي، في الكود الامريكي 75 مللي، واصغر خطوه هي 30 مللي، ويفضل الاحتفاظ بالخطوه ثابته مع عمل 3 دورات عند كل طرف بخطوه تساوي نصف الخطوه العاديه مع ثاني طرف السيخ على داخل القطعه بطول لا يقل عن 100 مللي. برضو الكود الامريكي بيوصي انك تعمل هوك في النهايات، والا طبعا بتعمل هوك في يعني في النهايات بتلف لف مره ونص، ولما بتيجي تعمل اوفرلاب يفضل انك تعمل له هوك. فهو هنا بيقول لك ايه، مع ثاني طرف السيخ الى داخل القطاع بطول لا يقل عن 100 مللي او 10 مرات قطر الكائن الحلزوني يوم اكبر. اصغر مقطع للكائن الحلزوني لا يقل عن 8 مللي، الكود الامريكي 9 مللي ونص، يعني 10 مللي. طبعا البنود مكتوبه بالعربي بس سهل جدا انها تتفهم. هنا برضو بيقول لك الميل بتاع السيخ من السفلي والعلوي ان ما يزيدش عن 1.6. ولو هتقص، يعني انا هنا مثلا عندي عايز اقص في العمود او اقلل قطاع العمود، فلو عندي السيخ هيزيد عن 1:6، ففي الحاله دي بموت السيخ او بعمل له بندنج بالشكل ده. لكن بحاول احافظ ان انا اي سيخ هعمل له هقربه يكون 1:6 بس الميل. ويقول لك طبعا بعد نماذج من تسليح الكائنات، ده طبعا تسليح العمود في حالة الزلازل. بيقول لك طبعا بكثف في أول وآخر العمود عشان طبعا أتجنب البلاستيك هنج، وبخلي الوصلات في منتصف ارتفاع العمود عشان خاطر طبعا المومنت الناتج على الأحمال الجانبية زي ما قلنا قبل كده إنه بيكون زيرو في النص. طبعا إحنا كده خلصنا الحمد لله الكورس بتاعنا. بس أنا قبل ما أختم أنا عايز أقول حاجتين. أول حاجة، الحديد في الخرسانه مش موضوع صعب، وزي ما شفنا ان شاء الله في الكورس يا رب تكون الناس استفادت، يكون ان شاء الله الموضوع سهل مش صعب، وما ناخدش الموضوع ان هو موضوع صعب، ولكن برضو نركز واحنا بنرص الحديد. احنا الاول طبعا بنعدي بمرحله التصميم، وبنطلب بنحسب الحديد المطلوب طبعا بدقه، وبعد كده نبدا نفكر في ان احنا نعمل تسليح. الناس اللي بتشتغل طبعا شوب دروينج وتشتغل ديتيلينج الكورس ده هيكون مفيد ليهم. عايز بس أكد على حاجات مهمه جدا. اما يكون عندك عنصر شايل تنشن زي تاي مثلا اللي هو اكسيال تنشن، لازم تتاكد من اتصال الحديد بتاع العنصر ده بالعناصر المجاوره ليه، يكون في طول تماسك مناسب، والا هيحصل انهيار، ان هيحصل بول اوت للحديد نتيجه التنشن. لما يكون عندك عنصر معرض لكمبريشن زي العمود مثلا، تهتم بالكونفاينمنت الكائنات، لان الكائنات بتعمل احاطه للعمود فبتزود من مقاومته للضغط. لما تكون بتنفذ سلاب سلويد سلاب مثلا محمله على كاميرات، فطبعا لازم تهتم بالعزم السالب. في ناس كتير طبعا بتحط شبكه سفليه وبتهمل العزم السالب اللي فوق الكاميرات، طبعا ده مشكله كبيره، بيؤدي طبعا للشوخ في كل فوق الكاميرات، وبيحصل نتيجة الزحف ان العزم السالب بينزل في العزم الموجب للبلاطة. ولو ملقاش طبعا الحديد كافي انه يشيل العزم الزايد ده، ممكن يحصل برضو فيلير كمان في البلاطة. بالنسبة للناس اللي هتشتغل فلات سلاب، اخد بالي طبعا لو هشتغل طبعا بطريقة الكود، بس طبعا دي طريقة صعبة قوي في السوق. طبعا الناس كلها بتمشي الحديد وبتعمل وصلات تنشن وبتخلف الوصلات، اخد بالي من الحديد الاضافي، اخد بالي من الكراسي، اخد بالي من الشير. لو انت تشير عندك تجاوز مقاومه الخرسانه للشير، تستخدم شير لينك او تفكر في حل تاني. طبعا اصعب الحلول انك تزود القطاع، وده مكلف وبيزود وزن المبنى وبيزود قطاعات العناصر الرئيسيه، فافضل ان انت تلجأ للشير لينك. طبعا الشير لينك ده انت بتحسب الزايد عن مقاومه الخرسانه وبتعوضه بشير لينك، ده اللي هو كل ده الوان واي شير،
بالنسبه للتو واي شير اللي هو البانشنج تتاكد منه كويس، لان ده من اسباب الاساسيه في انهيار المباني. معظم المباني طبعا اللي بنشوفها في المباني السكنيه بالذات اللي هي مباني ارتفاعاتها بسيطه بيحصل فيها كتير انهيارات في البانشنج، فركز في البانشنج. لو ما حلتش البانشنج بدروب بانل او كلام هيد او الاثنين مع بعض طبعا بالطرق التقليديه وحليته بالشير رينفورسمنت، تحسب الشير رينفورسمنت طبعا مظبوط بطريقه الكود. بالنسبه للبلاطات الهوردي، طبعا الناس كلها في البلاطات الهوردي بتروح مسلحه العصب، ما بيكون العصب له تسليح سفلي وعلوي زي ما بيتعمل في الخليج، دايما بيحطوا السيخ العلوي تحت البلاطه اللي فوق، المفروض ان هو يكون اعلى الالياف يعني في اخر سمك البلاطه من فوق، ما يكونش تحت البلاطه اللي هي الصغيره اللي بتبقى فوق، تطلع بالحديد لحد فوق خالص عشان يشتغل. برضو لما بيكون عندك ريب مستمر لازم تسلحه برضو في العزم السالب. لو عندك طبعا اقرا برضو الكود المصري برضو في تفاصيل البانل دي بيم، بيحاول طبعا يشرح لك ازاي تتجنب ان الكاميرات تتعامل كانها كاميرا ثانويه ورئيسيه، تتعامل كلهم كجريد اكشن، برضو الناس تقرا الموضوع ده. بالنسبه للاساسات طبعا الاساسات برضو نفس الفكره بتاعت لو كان عندي ليبشر نفس فكره الفلات سلاب، ولكن طبعا مع اختلاف طبعا اماكن العزوم واماكن الوصلات اللي هي عكس السقف عكس الفلات سلاب. طبعا الاشاير بتاعت العمود تنزل بمسافه ال دي، ويفضل انك تعمل تستخدم كيانات طبعا في الجزء السياخ العمود الامبيدد جوه الفاونديشن، تلتزم بالمسافات البينيه ما بين الاسياخ وباعتبارات الكود في الكفر الخرساني. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، محدش يتهاون فيها. وان شاء الله رب العالمين اتمنى ان ربنا يكون وفقني. انا طبعا الكورس انا عملته عشان خاطر في زملاء كتير بيتلخبطوا وبيغلطوا في فيما يخص الوصلات وال دي والحاجات دي، فعشان ده عشان كده هو الهدف من الكورس. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون عملت حاجه قيمه وعملت حاجه مفيده للزملاء، وربنا ان شاء الله يجعل العمل ده خالص لوجهه الكريم، وان شاء الله الزملاء ربنا يوفقنا جميعا ونتعلم منكم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.